يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 99 قبل المقام. حلقات الويك اند كل جمعة سبت بكون معاكم بسنت بكرة منتصف الليل. اكيد حافظين الجمعة السبت اللي فاتوا جمعة والسبت اللي فاتت بقول الكلام كده من اول حلقة. الواحد لما بيأجز له اسبوع يبقى ناس انا عمالة اقول كده بعد التتر وهو شغال بيخلص قلت يا نهار ابيض وانا كنت بقول ايه هو انا كنت بتكلم مع الناس بقول ايه الواحد بينسى الكلام. الجمعة والسبت اللي فاتوا اخدنا اجازة في قد المقام لاستلام جايزتكو جايزة الجمهور اللي انتوا اديتوه هاني واللي انا سعيدة جدا 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 بتصويتكم لأفوز بلقب أفضل مذيعة راديو 2022 ويا رب دايما أبقى دايما دايما كده عند حسن ظن مستمعينا وجمهورنا ونكون بنأدي رسالة إعلامية محترمة تليق بالشعب المصري والشعب العربي اللي بيسمعنا وبيتابعنا سواء بقى من الأف أم من على الراديو أو على النايل سات أو من الأبليكيشن. فأنا بشكر كل اللي اداني صوته وبشكر كل اللي بارك لي وكل اللي قالوا لي كلام حلو ودعوات بالأمنيات الطيبة. وأنا بوعدكم الحقيقة أنه اللي جاي كمان هيكون أجمل وأنجح من اللي فات. النهاردة قلت بقى طيب بما أننا كده فايزين ومتميزين ومبسوطين أصله الفوز ده له فرحة لأنه بيبقى قبل ما بتوصل لنصر أو لفوز بتعمل مجهود كبير جدا يمكن كتير ما يبقوش حاسين بيك لكن أنت بتبقى عارف أن ربنا شايف ومطلع وربنا ما بيندحكش عليه وأنه في يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات هيجي لك حقك وهتسمع التسقيف وحد هيقول لك برافو وعلى العلن وعلى الملأ وده اللي حصل الحقيقة في يوم زي النهاردة 23 ديسمبر في بورسعيد. عايزة أسلم على كل البورسعيدية النهاردة علشان بورسعيد الحقيقة بلد رجالة وقفت رجالة زي كده يعني عمنا محمود المليجي ما بيقول في فيلم الأرض رائعة الشرقاوي. فالحقيقة الشعب البورسعيدي له كفاح كبير وعنده ملف عظيم من الانتصار في عيد النصر العيد القومي لمدينة بورسعيد النهاردة جماعة 23 ديسمبر. حكايات كتيرة في الملف البورسعيدي سواء من فنانين أو من تاريخ أو من حكايات يهمني الأجيال الجديدة كمان تعرفها. هل الأجيال الجديدة تعرف حكاية فرديناند دي لسيبس؟ هل الأجيال الجديدة تعرف حي لافرانج وكان هو الحي اللي بيعيش فيه الجاليات في بورسعيد؟ كفاح بورسعيد ابان العدوان 56 العدوان الثلاثي عملوا ايه شعب بورسعيد في هذا الوقت عشان يبقى عيد النصر؟ كمان عايزة احكي لكم عن خطاط مصري عربي كبير خضير البورسعيدي لكن هتكلم معاه مع الكاتب او عنه مع الكاتب حسين عثمان انه كتب مقال مهمة جدا جدا باسم هؤلاء من بورسعيد. عندنا ملف كبير جدا كل البورسعيدية بسلم عليكم اللي بيسمعني من بورسعيد او بيعرف حد من بورسعيد او زار بورسعيد وعنده حكايات هناك. عيد النصر يا جماعة عيد النصر بتحتفل بيه مصر كل يوم 23 ديسمبر زي النهاردة كده من كل سنة وبيتم الاحتفال بعيد النصر في مدينة بورسعيد بشكل أساسي وهو ذكرى انتصار القوات المصرية والشعب المصري والإرادة المصرية على قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي سنة 56 وطبعا خروج هذه القوات من على أرض مدينة بورسعيد بلد الرجالة ومن اليوم ده تحقق تحرير الأراضي في مصر من أي احتلال وتأكدت مصرية قناة السويس عشان الناس اللي بتطلع تقول أي كلام في أي بتنجان. أنا معايا تليفون عم محمود البربري من أسوان. مساء الفل. مساء الفل والورد وصباح الفل وكل حاجة حلوة على البرنامج الجميل ده اللي بيجذب يعني قوة مغناطيسية كبيرة بتوصل لمحافظة أسوان والناس اللي بتسمع هنا يعني من يعني مبسوطين جدا بالبرنامج لأن بتجيب مواضيع حيوية كده وبتحسسينا بقيمة الشعب المصري. ربنا يخليك يا عم محمود. طبعا مصر أم الدنيا يا عم محمود.
والله صراحة انت لا مواضيعك صراحة كلها يعني شاملة يعني بتبقى جميلة والله. انت حكاية زي حكاية نصر النصر عيد النصر وحكاية شعب بورسعيد زي النهاردة 23 ديسمبر ده حكاية تتوارثها الاجيال، لازم طول الوقت نفكر الشباب الصغير والولاد الصغيرين ان احنا بلدنا كبيرة وتاريخها كبير وقدرنا بالمقاومات الشعبية نخرج محتلين كبار جدا. ايوه وعدوان ثلاثي مش حاجه واحده، ده ثلاث جهات يعني تخيلي كده. والشعب وتخيلي شعب بورسعيد يطلع كده يعملوا مقبره ليهم يعني صراحه، ده لغايه يعني الصيادين يا عم محمود الصيادين. أيوة. يعني ده كان مش ممكن يعني حرب داخليه بالظبط. امال ايه دي؟ ده دليل على قوه الشعب المصري. ويعني صراحة أنا يعني شعب بورسعيد ده من الشعب المكافح الباسل، كل دول القناة محافظات القناة سواء بورسعيد سواء الإسماعيلية هم عانوا جدا جدا من ويلات الحروب الحقيقة. أكثر المدن اللي عانت في مصر الحقيقة بالضبط. ده في ناس كانت لا مؤاخذة تطلع بأي حاجة بحلل، شوفي تخيل يعني لما بكل قوة يعني. وخلي بالك النسوان والصبيان يعني دليل على ان ما حدش بيخاف لا خالص. الشعب المصري ده يعني ده خير جنود الارض زي ما قال يعني صحيح النبي قال خير جنود الارض. عمرك جنود الارض. عمرك زرت بورسعيد يا عم محمود ولا بعيد عنك انت في اسوان؟ انا في 87 كنت في الكليه ورحت رحله لبورسعيد سنه 87 وركبت المعديه ورحت بور فؤاد. ركبت المعديه وركبت ورحت وجبت لي شويه ملابس حلوه كده من بورسعيد. وجمركنا برضه يا اما كلنا عدينا على الجمرك. طوابير 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 طوابير. والله قعدنا في الطابور يمكن 5 ساعات بس صراحة يعني والله حاجة جميلة صراحة. مصر جميلة بناسها. حسي كده بورسعيد فيهم الكفاح وريحة الكفاح زي ما انت قلتي. صحيح. والشجاعة والبسالة بتاعت الشعب صراحة احنا والله العظيم يعني المفروض احنا بصي التتار لما دخل مصر دخل سحب على من بغداد لما جو هنا كانوا كاسحين الدول، لكن لما جو هنا اتفتحت المقابر ليهم وبقت مقابر ليهم يعني. واللي فر هارب يعني بصي اي حد يخش على مصر الله اكبر عليه خلاص. صحيح. مصر اخبرت الغزاة على مر التاريخ. بالظبط التاريخ بيقول كده. والله العظيم مصر دي ليله الكفاح وليله ناس كانت في اطماع كانت كبيره الاطماع الفرنسيه والانجليزيه والبريطانيه والاسرائيليه، لكن برضو والله هتفضل مصر مصر هي الشامخه على مر العصور. ربنا يخليك يا عم محمود. مصر جميله بناسها اللي زيك كده. وانا ببارك لك والله بالبرنامج بتاعك ده لاني صراحه مواضيعك جذابه كده بتجذبنا بتخلينا نقعد لغايه ما تخلصي وتروحي. في البرد ده انا يعني حقكم علي والله. لا والله والله بجد والله دي من حلاوه البرنامج والله. الله يكرمك. شكرا. والله يعني البرنامج بتاعك كله كده يعني عسل مسكر. انت اللي عسل وانت اللي سكر ونورتني يا عم محمود والله. كل سنه وانت طيبه والف مبروك بالانجازات اللي بتعمليها في 22 وان شاء الله برضه في 23 ان شاء الله و25 وكل العصور ان شاء الله دايما مع بعض. تسلمي. ربنا يفرحك دايما يا رب. امين جميعا. ميرسي يا عم محمود. مع السلامه. باي 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 باي. مع السلامه. 99 رقم الاس ام اس و 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. وامتى حسيت ان انت نجحت وان انت فايز زي ما انا كده فايزه بافضل مذيعه راديو عشي 22؟ احساس حلو قوي. كمان متزامن مع مرور 10 سنوات على او عيد الميلاد العاشر للراديو 99. كمان النهارده عيد النصر او العيد القومي لمحافظه بورسعيد ولسه ما كلمناش فيه بالطبع تفصيل لانه اصله له يعني تفاصيل كتيره، لكن انا عايزه اقول لكم ان انا استوقفني مجموعه مقالات بعنوان او تحمل اسم هؤلاء من بورسعيد للكاتب حسين عثمان وهو معايا التليفون دلوقتي. قال له يا استاذ حسين.
اهلا بيكي، اهلا بيكي استاذه بسنت، واهلا بمستمعي قد المقام، وانا بشكرك جدا على هذه الدعوه اللطيفه. اشكرك، احنا اللي بنشكرك اصلا على اهتمامك ومجموعه المقالات او السلسله اللي تعنونت بهؤلاء من بورسعيد. وليه التفت او انتبهت لبورسعيد وعشان تكتب فيها 3 مقالات وهم قليل على فكره، لكن ايه اللي خلاك تنتبه وتقول انا هكتب المقالات دي عن بورسعيد؟ اسمحي لي الاول هنيكي على جائزه افضل مذيعه عام 2022. شكرا. وكذلك المحطه يعني ومستمعيكي. شكرا جزيلا. اما بخصوص سلسله حلقات هؤلاء من بورسعيد، فهي فكرتها كانت وليده لحظه الاعلان عن بورسعيد كعاصمه للثقافه المصريه السنه اللي فاتت 2021. ده كان في الشهور الاولى منها يعني. وفكرت يعني انا دايما مشغول بالسيره بالمفهوم العام، يعني سواء سيره الاشخاص والرموز او سيره الاماكن او سيره الحدث او سيره الحدث وهكذا. فبمجرد ما عرفت عن هذا الخبر جه في بالي اني اروح لمحافظه بورسعيد واشوف مين الشخصيات الرموز اللي في مختلف المجالات من مواليد هذه المحافظة، أو يعني الظروف أدت في وقت معين إن هم يقيموا فيها. يعني دايما بيكون إما الشخصية من مواليد محافظة بورسعيد، أو إن الظروف اقتضت في بعض الأحيان إن هي تقيم في محافظة بورسعيد لفترة من الفترات يعني. والحقيقة إن أنا اندهشت إني لقيت عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات من مواليد المحافظة أو أقاموا فيها بشكل ما يعني. والحقيقة وقتها تواصلت سريعا مع الأستاذ أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، وقلت له إيه رأيك لو بدأنا ننشر مجموعة حلقات بمناسبة إعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية يعني. أيوه، ورحب ترحيب شديد يعني بدون أي تفكير. وبدأنا نكتب فعلا مجموعة الحلقات دي. طيب احكي لي بقى، قصدت توصل الى الناس في مجموعة حلقات هؤلاء من بورسعيد غير المعرفة بالمشاهير؟ اولا ان كل مكان في مصر له سيرة فيما يتعلق بالمكان نفسه، التاريخ اللي مر عليه، الاحداث اللي مرت عليها، والى جانب هذا المشاهير بقى وحوادثهم ومدى ما تركوه من اثر للمدة اللي هم كانوا بتماسك فيها بشكل معين مع المجتمع، مع أحداثه بتاعهم، هو وصل للناس إزاي. فكان مهم في الأول إن احنا نبص على بورسعيد نفسها يعني. بورسعيد كعبقرية مكان يعني. أنا في قد المقام أقول على طول لما يقولوا لي قد المقام بيتكلم في إيه، فأقول لهم عبقرية المكان، عبقرية الحدث، عبقرية الزمن، وعبقرية التاريخ. بالظبط كده يعني. بورسعيد زي اي محافظه في مصر هي بلد له تاريخ. موقع بورسعيد فرض عليها تحديات يعني، ضمن ما فرض على مصر من تحديات بحكم الموقع الجغرافي يعني. لو بصينا على موقع بورسعيد احنا هنلاقيها بتقع شمال شرق مصر يعني على متجر قناه السويس. ايوه، وبتحيط بها من الشرق محافظه شمال سيناء، ومن الجنوب محافظه الاسماعيليه، وبور فؤاد كمان جزء فيها في اسيا. يعني بالظبط يعني ده المنطقه يعني، حتى بور فؤاد يقولوا عليها الافرو اسيويه، مدينه افرو اسيويه. ده صحيح. بور فؤاد بقى من ضمن يعني 7 أو 8 احياء رئيسيه في بورسعيد يعني. بنتكلم على بور فؤاد، بنتكلم على حي الشرق، على حي العرب، على حي المناخ، على حي الضواحي، حي الجنوب، حي الزهور، وحي الغرب. وبورسعيد نفسها عدد سكانها اكتر من 3 مليون، وبي يعني يرتدها تقريبا اكتر من 250,000 من خارج المحافظه لظروف العمل هناك. انا عايز اقول لك المنصوره ودمياط كلها في بورسعيد. بالظبط. يعني احنا طول الوقت واحنا صغيرين وكبار وكل الحاجات، كل جمعه لازم يلا يلا بورسعيد، يلا بورسعيد. صحيح. الاهليه والشرقيه والاسماعيليه تحديدا، دول اكثر 3 محافظات مزبوط. يعني ابنائهم بيرتادوا بورسعيد يعني. مزبوط. فيها بقى عدد من مناطق الجذب السياحي طبعا بمختلف انواع السياحه يعني. لو اتكلمنا على السياحه الثقافيه مثلا، هتلاقي ان المتاحف في عدد هناك لا بأس به يعني. متحف بورسعيد القومي، متحف بورسعيد الحربي، متحف النصر للفن الحديث، طبعا متحف هيئة قناة السويس، طبعا
وفي مدخل قناة السويس نلاقي قاعدة تمثال ديليسيبس والفنار بورسعيد القديم ومسلة الشهداء والممشى. بالظبط فنار بورسعيد القديم ده انشئ سنة 1869. وكباري الصيد بقى كباري الصيد يعني كوبري الجميل وحجر سعيد والتفريعة وكوبري الخدمات بتاع بور فؤاد. ده لما بنيجي نتكلم على المناطق بقى اللي هي السياحية أو الترفيهية هناك قرية النورس وجزيرة تنيس والممشى الساحلي. صحيح. طب قولي مين الشخصيات اللي انت انتبهت قلت يعني انا لما اول ما قريت خضير البورسعيدي قلت يا ذاكرة البصرية فورا لقطت الاسم وهو كان على تتر الليالي الحلمية. طبعا خضير البورسعيدي هو شيخ الخطاطين ربنا يديله الصحة ومن المشهود لهم عالميا يعني في هذا المجال هو حقيقي متفرد يعني. طبعا هو من مواليد المحافظة يعني اتولد في بورسعيد في 27 أكتوبر 1942. موهبته في الخط العربي يعني ظهرت هو عنده طفل عنده 6 سنين واللي اكتشف فيه ده يعني شقيقه الأكبر محمد خضير. ومن خلال لافتات يعني مناهضة للاستعمار الإنجليزي في الوقت ده. طبعا كانت أشهر صيحة هي صيحة يسقط الاستعمار دي كان بيكتبها خضير البورسعيدي باستمرار يعني. فطبعا رجال المقاومة الشعبية لما شافوا ده بدأوا يستثمروه في أعمال المقاومة أو المنشورات وكل الإشعارات كانت بخط خضير البورسعيدي. بالظبط. وده ساعد على نمو وثراء موهبته واستحق بقى سريعا يعني لقب الطفل الخطاط. طبعا سنة 56 كانت يعني زي ما هي سنة فاصلة في تاريخنا يعني بقى اعتبار ملحمة العدوان الثلاثي. بالظبط كده. فهي كانت بنفس الشكل بالنسبة لخضير البورسعيدي نفسه يعني. كان عمره وقتها 14 سنة وبسبب العدوان الأسرة كلها اضطرت إن هي تروح طنطا. الحقيقة هم لما راحوا طنطا خضير لم ينسى بورسعيد يعني وهو في طنطا بدأ يمارس نفس الأنشطة اللي كان بيعملها في بورسعيد. وطبعا موهبته في الخط خلت المحلات التجارية هناك يعني تناديه سريعا علشان يكتب أسماء المحلات بخطه للجميل ويبقى أسماء المحلات بخط مميز. وهو اتفق معاهم اتفاق ان هو هيعمل ده مجانا بشرط ان كل محل هو هيكتب اسمه يكون داخل فيه كلمة بورسعيد. فخضير البورسعيدي لا ويكون المحل بقى نفسه يعني لو هنتكلم على بقالة يبقى كلمة بورسعيد داخلة في اسم المحل لو يعني مثلا بقالة الأمانة البورسعيدية مثلا يعني لازم بورسعيد تكون داخلة. يا سلام على الانتماء وال يعني حقيقي والاعتزاز. وقعد في طنطا 5 سنين والخمس سنين دول قدر ياخد فيهم في طنطا دبلوم الخط العربي. بعدين لما رجع بورسعيد هو وأخوه محمد خضير فتحوا محل بقى هناك مخصص في الخط العربي وفضل يشتغل فيه خضير البورسعيدي لحد ما دخل الجيش المصري بعد كده. اوكي يعني كمان خدم في الجيش المصري. خدم طبعا في الجيش المصري وبعدين بقى جه القاهرة وكان فيه في القاهرة مدرسة اسمها خليل أغا. ودي كان فيها مدرسة خط عربي فيها دبلوم متخصص في الخط العربي. بتعلم على قدين أساتذة كبار وبعدين افتتح مقر ليه لازال موجود حتى الآن في حي الجمالية. ويعني القاهرة بقى زي ما احنا عارفين دايما هي بتبقى محطة الانطلاق الأساسية. طبعا هوليود انت جيت هنا وهنا خلاص وصلت هوليود. بالظبط بقى يعني انطلاقته إلى العالمية كانت الحقيقة من القاهرة. وطبعا هو تعين في التلفزيون المصري بمناسبة يعني تعليق على اسمه في مقدمات المسلسلات. طبعا تعينه هو مجند في القوات المسلحة في التلفزيون المصري. وبمجرد ما خلص الخدمة تفرغ بقى تماما للتلفزيون المصري حتى انه تدرج في المناصب الوظيفيه فيه لحد ما شغل موقع مدير اداره الخط العربي في التلفزيون. مهم قوي ملف الخط العربي ده يا استاذ حسين وبما انك كاتب اين ذهب الخط العربي؟ والله خليني اقول لك ان المدرسه اللي انا ذكرت لك اسمها ديت اللي هي خليل اغا دي المدرسه الثانويه اللي انا كنت فيها طالب يعني.
وكان فكرة إن المدرسة فيها اهتمام بالخط العربي ده انعكس عليا أنا شخصيا، لأن أنا كنت بشوفهم بيعملوا إيه في وقتها وخلاني أنتبه لأهمية. يعني أقصد كان زمان حتى في المدارس يقول لك طبعا الخط الرقعة والكوفي يعني والسلس، ويعني من أول ما يهتموا الموروث ده ده كان مين الطالب اللي خطه كويس من ومجلات الخط. ده انا عايز اقول لك ان دلوقتي مع استخدام الموبايلز والحاجات كلها بالصوابع كده، انت دلوقتي لو جيت مسكت ورقه وقلم ممكن تلاقي خطك عطل شويه تراجع. انا لسه كنت يعني قريبا بشاكك يعني احد الكتاب الاصدقاء على فكره ان لازال بعض الصحف والمجلات يكتبوا العمود يقول لك بقلم فلان، وهو لم يقعد احد يكتب بالقلم يعني. الحقيقه ده ما عادش فيه اللي كان زمان واحنا صحفيين صغيرين اللي هو كان ورق الدشت، يعني الواحد خد حتى الورق الاصفر ده بالظبط. القلم كان اساسي في الكتابه، لكن طبعا احنا بقالنا سنوات دلوقتي كله بيكتب على الكيبورد، ففكره حتى جمال الخط الحي اللي هو باليد دي حاجه كلنا بنفتقدها على قدر اهميتها يعني. والله دعنا بقى يعني انت عارف احنا في قد المقام دايما نعمل مبادرات، فيعني يعني استكمالا للمبادرات خلينا نقول ان احنا عايزين نعمل مبادره لاستعاده جمال الخط العربي وانواعه واشكاله، لان دي هويه، يعني دي هويه مصريه عربيه الخط. خصوصا انه لازال في مدارس بتقدم هذا يعني بتدي اهتمام كبير لده وبتدي دبلومات متخصصه فيه، ومنها ما هو تابع للخضير البورسعيدي مهم، وتعمل له معارض يعني دار الاوبرا يتعمل معارض ويتعمل لها رحلات من الطلبه في الجامعه وفي ثانوي وفي اعدادي، يروح يتفرجوا على الخطوط واشكالها وانواعها ويقلدوها ويعملوها ويحكوها. يعني ده مهم قوي يا استاذ حسين. جدا مهم جدا، انت نورتني جدا. الله يخليك، انا بشكرك جدا على المقالات الجميله عن بورسعيد، واتمنى مزيد من المقالات ان شاء الله ان شاء الله. خلينا يعني في ختام المداخله نهني شعب بورسعيد بالعيد القومي طبعا. ودايما نتكلم عن بورسعيد وغيرها من محافظات وبلاد مصر يعني بكل شغف وحب شديد. صحيح، نورتني يا استاذ حسين. شكرا جزيلا شكرا. مع السلامه. مع السلامه. بص يا سيدي، الكلام كده يعني بالراحة وبالبلدي، بورسعيد دي طبعا محافظة من محافظات قناة السويس، وهي طبعا محافظة تم إنشائها 1859، وكان اسمها إيه بقى قبل بورسعيد؟ بور يعني ميناء، ميناء سعيد اللي هي بي تقيلة او ار تي، فبورسعيد كان اسمها محافظة عموم القنال، يبقى ده كان اسم ايه بورسعيد زمان قبل ما يبقى اسمها ميناء سعيد اللي هو الخديوي سعيد. وفضل تاريخ بورسعيد يا جماعه متاثر جدا بتاريخ مصر، ومتفاعل كمان مع الاحداث الوطنيه اللي بتحصل فيها طول الوقت، وده يبان جدا في دور بورسعيد اثناء الاحتلال البريطاني من 1882 لغايه تاريخ الجلاء عن ارض مصر 1956، ثم العدوان الثلاثي على مصر واللي برز فيه الحقيقه دور بورسعيد الفدائي لغايه ما تم اجلاء المعتدين تماما زي النهار ده 23/12/1956، وهو اليوم اللي اعتبرته محافظة بورسعيد العيد القومي ليها، واترفع فيه اول علم على مبنى ديوان المحافظة من ايام بقى 1868، يعني بعيد قوي قوي. انا معايا تليفون. الو الو، ايوه مساء الفل يا مدام سمية. يا صباح الجمال، الحمد لله على السلامة يا حلوة يا أمورة يا حبيبتي يا حبيبة الكل. ربنا يخليك يا حبيبتي، الله يسلمك ويسعدك ومبروك على التكريم، ودايما متألقة يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك ويسعدك يا حبيبتي. شكرا، تسلميلي. قوليلي يا مدام سمية، أكيد رحتي بورسعيد. يا خبر أبيض يا خبر أبيض يا نهار أبيض، بصوت مدحت شلبي. تفضلي. ده اشتكوا مني. اشتكوا منك في بورسعيد؟ لا، ده بورسعيديه رجاله يشتكوش ابدا، حبوا. لا ده انا رحت بورسعيد كتير جدا جدا، لان كانت صاحبتي اللي في القاهره بورسعيديه. تمام. فكان كل ما نزهق يلا 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 يا حاجه، يعني كان اسمها الحاجه لوليه الله يرحمها. الله يرحمها. يلا يا حاجه لوليه. لوليه، انت عارفه ان في غنوه الليلة نظمي اسمها يا لوليه يا لوليه؟
والله جميلة. يا لولية ويا لولية العرسان مستنية والخطة بألف ومية. اهلا اهلا. يعني حاجة كده من التراث احنا واحنا ماشيين. ليا برضو دكتورة جارتي كلية في كلية التربية النوعية بورسعيد، فكنت متحوطة من جميع محبي بورسعيد. يا سلام. وانت تحبيها بقى كنت تروحي تقضي اليوم بقى تعملي ايه او اليومين او كده؟ كنا ممكن نضرب سمك. طب ده اكيد. وكنا نقعد لينا وركبتي المعدية ورحتي بور فؤاد؟ كله ونزلتي لفرنجي بقى اشتريتي هدوم وصابون وشامبو مش كده؟ يعني الناس كانوا حافظونا والله يا بسام. عارفه المنطقه الحره دي مدام سميه كانت يعني اول بدايتها 1 يناير 76 في عهد الرئيس السادات. كانت جميله لعلمك. والحي لفرنجي احنا كنا نجيب يعني احلى بلوزات اللي هي المهير ده سنه 90 دي و95. كانت اللي عندها بلوزه مهير دي كانت تقول وسع وسع. مستعد. وبعدين جربتها كمصيف طبعا. شاطئ الجميل هناك من اجمل الشواطئ، وقناه السويس بقى كلها قدامك، ده كفايه المعديه. ده انا كنت بروح اركب المعديه بس وارجع اروح تاني المنصور. والفنادق يا بسام انا وعيلتي. طبعا لان هم فعلا الفنادق عندهم ده قصه. النهارده في مكان قد المقام هحكي لك الحكايه كلها بتاعت الفنادق دي، لان عندهم فعلا تراث مهم في موضوع الفنادق، شطار قوي في الحكايه دي. وطريق القنال، طريق القنال جميل لما تمشي فيه بالليل كده وانت طالعه كده تشوفي الجمرك هي 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 هيعمل معاكي ايه. ايوه تقف في الطابور في الجمرك والنور النيون، وانا عندي الذكريات دي جدا على فكره. وكنا نروح على اساس يلا نحجز في السوبر جيت ونركب ونرجع. وكنا والله العظيم يا بسنت ما كنا يعني بحس باي ارهاق. لا بورسعيد جميله 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 جميلة. والأفرنج بقى صابون على رأيك. صابون وشوكولاتة. أيوة صح. من غير أسماء والنبي عشان ما أخبطش في أي إعلان. لا أنا بقول صابون وشوكولاتة وكريم. وبلسم. يا سلام يا كان في بقى أنت عارفة كان اسمه الجمرك النصر وجمرك الجميل، وكان في جمارك طبعا جوي وبحري، بس احنا ملناش فيه، احنا بقى بالعربيات بنعدي على الجمرك الجميل وجمرك النصر. والحته اللي عند الجامع دي المشهور، الجامع الجميل المشهور. يا ده هم عندهم جوامع كتيره، مسجد الشعراوي، مسجد حمزه، ومسجد الوهاب، يعني عندهم حاجات كتيره جدا. رجعتيني يا بدبوسه كده للمشي في التجاري والكوتشيهات. أيوة. اختي ايه ده ايه ده ايه الصوره دي وايه الفلوس اللي كانت معانا دي. نورتيني يا مدام سميه حبيبتي. يا روح قلبي ربنا يكرمك يا رب ودايما متالقه كده يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبتي ودايما كلميني. باي 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 باي. مع السلامه. طبعا الفن سواء سينما او اغاني يعني خدت بالها من بورسعيد من زمان قوي 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 قوي، سواء كعبقريه في المكان للتصوير للافلام او لمعنى الكفاح والنضال وبورسعيد الباسله ورجالها الابطال في المعنى، وتصورت هذه المعاني في اغاني وكلمات. عندنا افلام كتير جدا يا جماعه اتصورت في بورسعيد. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على فيلا النشاشجي في اشاعه حب، فيلم اشاعه حب ده بالكامل متصور في بورسعيد. عندك كمان فيلم المشبوه، ويومنا بعتالي يومنا فاروق قايله لي برافو عليكي، قالت لي المشبوه تصور فيلم طبعا انتاج 81 والاخراج كان للدكتور سمير سيف وتاليف ابراهيم الموجي، وطبعا عادل امام بقى وسعيد صالح وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وفؤاد احمد. كان فؤاد احمد ده كان بيخوفني وانا صغيره. وعلي الشريف وكريم عبد العزيز وهو صغنن بقى ده المشبوه ده، كل الكلام ده ويجروا بقى في الممشى ده على ساحل القناه، كل ده في بورسعيد. عندك كمان فيلم يوم الكرامه، وده انتاج سبتمبر 2004 للمخرج علي عبد الخالق. وطبعا يوم الكرامه اللي ما شافوش لازم يشوفه، لان فيلم بتدور احداثه يا جماعه حوالين القوات البحريه المصريه في الفتره اللي عقبت حرب 67 وبعد خطاب التنحي للرئيس جمال عبد الناصر ولغايه يوم 21 اكتوبر. وعندك بقى مجموعه ممثلين طبعا، ياسر جلال كان قائد السرب، النقيب احمد شاكر، احمد عز كان قائد اللانش 501 كان اسمه النقيب لطفي جدالله،
خلال محمود عبد المغني كان ملازم أول، محمد رياض قائد السرب النقيب عوني عازر يعني، وأحمد السعداني طبعا يعني مجموعة كبيرة جدا، مجموعة من الأفلام القبطان محمود عبد العزيز متصور في بورسعيد. عندك فيلم كمان سجن أبو زعبل، ده فيلم سنة 57، أنا ما أعرفوش الحقيقة، ما شفتوش قبل كده، لكن هو البطولة محسن سرحان ومحمود المليجي، أفتكر محسن سرحان من بورسعيد، وكان مع محمود المليجي وزهرة العلا وإخراج نيازي مصطفى. من الأغاني بقى كان في غنوة وتقدروا تخشوا، أنا ما لقيتهاش عندي في المكتبة، لكن اسمها تلت أمم من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت للدعم المعنوي لمجاهدي بورسعيد أيام العدوان الثلاثي. تلت أمم يا بورسعيد، وكان الشعر البيرم الكلام لبيرم التونسي واللحن للرياض السنباطي. وقالت في أغنياتها ثلاث أمم يا بورسعيد متقدمة بدبابات وطيارات تملى السماء، الأولى داخلة البلاد مستعمرة، والتانية بعد الانكسار متجبرة، والتالتة على العرب متأجرة. يا سلام بيرم بقى، وبيرم والعامية، بكرة نعمل حاجة عن العامية والفصحى وهتبقى الليلة. دع قناتي دع قناتي فقناتي، ارتباط العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مدن القناة وخاصة بورسعيد في مخيلتنا جميعا بالغنوة دع قناتي، كلمات كمال عبد الحليم طبعا وألحان الكبير علي إسماعيل وغناء فايدة كامل، دع سمائي فسمائي محرقة، دع قناتي قناة السويس يا جماعة فمياهي مغرقة مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، كورال علي إسماعيل بقى، وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا. يعني اللي عايز أقول لك يعني في إيه تاني كمان من الأغاني، صوت عربي أمنية كريم محمود مغنيها البورسعيد، حكاية شعب عبد الحليم حافظ طبعا، بورسعيد بورسعيد عاشت بورسعيد لنجاح سلام، عندك صباح الانتصار محمد أنديل، مجموعة أغاني كبيرة جدا رصدت جهاد شعب بورسعيد. طبعا لا يخفى على الجميع أنه محمود ياسين هذا الفتى الجميل رحمة الله عليه الفنان الكبير أتى من بورسعيد فتى حالما بثقافته وكبرياءه وجماله وشخصيته اللي لم تتكرر. محمود ياسين ابن بورسعيد الحقيقة لازم نفتكره.